والاحتلال الإسرائيلي اللي استهدف بشكل كبير جدا مخيم جباليا بالقصف الجوي علشان يتم تنفيذ عملية توغل بري داخل هذا المخيم بعد فشل الدخول البري من عدد من المحاور الأخرى. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. ويعني وإحنا بنتحدث عن استهداف كبير لمخيم جباليا وهو الوجهة البرية للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا مدخل جديد لغزة بعد تكثيف القصف الجوي والاستعداد للتوغل بريا، هل إحنا يا فندم إحنا بالفعل أعتقد بدأنا في المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ لو حضرتك تشرح لنا الوضع حاليا في قطاع غزة والتوغل جنوبا أيضا. صباح الخير عليكم على مشاهديك الأعزاء. طبعا هو الهدف من أعلن نتنياهو كان أعلنه أنه هو تدمير حماس أو انتهاء مهنة تمام، وبالتالي هو بياخد الإجراءات اللي في غزة في الأماكن اللي بيوصلوا معلومة عن وجود التجمع لقادة حماس أو مقاتلة حماس أو الرهائن. إن ما توصل له المعلومة يبدأ يفتح في هذا المكان الجديد. في جباليا بيعتبر إن عنده معلومات إن ممكن يكون في جباليا بعض من الأسرى بتوعه أو الأسرى بتوع حماس ومعاهم البعض بتنقاد، فيبدأ يعمل الحصار لجباليا زي ما هو بدا فيها كده، ثم يبدا خطوه خطوه. وده تكتيك استخدمه جديد، اللي هو طبعا انت عارفه ان اسرائيل ما كانتش تستحمل حرب مده طويله. صحيح. لكن هو لما النهارده لقى موضوع الانفاق والكلام ده، فبدا يطول مده الحرب عشان يزود المتاعب لحماس، سواء من ناحيه الامداد او التموين او الكلام ده اللي موجود معاهم في المخابئ، تقل الحاجات دي خاصة في الذخائر والكلام ده، وبالتالي يبقى حكام الحصار بيساعده على ان هو يحقق المهمة اللي هو من اجلها، ان يفك الاسرى ويقضي على مقاتلة حماس. وانا بقول بالنسبة لكلمة القضاء على حماس، ده موضوع يعني صعب جدا وما يحصلش، لان حماس اصلا قبل ما تبقى مقاتلين فكر. صحيح. الفكر ده موجود عند ناس كتير عند الفلسطينيين، وبالتالي والاعتقاد ان بلدهم لا يمكن تتحرر او ترجع فلسطين الا بالتحرير بالقتال، نتيجه اللي شافوه من تعنت اسرائيل سواء في المبحثات اللي كانت بينهم في الحكم الذاتي او في الاعلان الدائم على وجود الدوله اليهوديه الخالصه. وبالتالي من هنا امالهم في ان هم ياخدوا حقهم بالسياسه ما بيقدروش يوصلوا له او مش موجود عند الاجيال دي، وبالتالي يبقى فكر الجهادي بتاع حماس منقول لكثير من الناس، وبالتالي القضاء على حماس ده وهم بالنسبه لنتنياهو. لكن هو اعتقد ان هو الهدف بتاعه هو القضاء على القدره القتاليه العسكريه عند حماس حاليا، لانه في خلال التسعة سنين اللي فاتوا قدرتها القتاليه زادت، تحديدها وتطويقها يعني. صحيح. بالظبط كده. صحيح. طيب ايوه سياده اللواء، يعني خليني او نركز على قصه جباليا، لان ربما هي دي اللي بتمثل يعني ايه المحور العسكري. بنسبه قد ايه نقدر نقول ان الاحتلال الاسرائيلي فشل في المداخل الاخرى بريه لقطاع غزه ولجأ لهذا المحور بالتحديد؟ لا، هو فشل في كله، بدليل ان هو النهارده ما حررش حد. لو كان حرر حد من الرهائن بتاعته كان نقول ان هو نجح، لكن هو ما فشل في هذا الموضوع. بس هو تقدم يعني، واخد تقريبا حوالي جزء كبير من الشمال، يعني كلنا برضو علشان برضو نبقى يعني منصفين بريا. لا احنا ما بنقللش من قدرته ونجاحه على التوغل جوه غزه. وطبعا في البدايه كان معروف ان هو استحاله هيخش نتيجه المقابله هتكون شديده، لكن هو استطاع ان يخش بعد ما قطع في غزه، عملها مناطق وبدا يقطع فيها ودخل في المحاور السهله اللي كان يدخل فيها مبتعدا عن المناطق السكانيه او المناطق المهدمه، لان هو التهديم الحجم التدمير اللي عمله غزه زود عليه العبء، لان النهارده كان المقاتل بتاع حماس هيطلع له يا من نفق يا من بيت. بالظبط. النهارده بيطلع له من ركام. أيوة. ركام شوف قد ايه، فبالتالي بقى صعب عليه المهمه، وبالتالي هو النهارده ما بيروحش في مكان الا ما يكون متاكد من حجم المعلومه اللي هروح عليه. هو دي النهارده شايف ان جباليا وخان يونس هتبقى اكثر منطقتين هيبقى فيهم المقاتله حماس في الانتشار بتاعهم عن طريق الانفاق والكلام ده، وبالتالي واعتقد ان ما دام حماس بتنتشر الموضوع ده يبقى معها الرهائن برضه.
وبالتالي هو الهدف بتاعه بيحاول يحققه يعني. طيب سيادة اللواء، يعني خلينا نعرف من حضرتك نسبة التقدم البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي يعني وصلت لكام تقريبا، وبرضه خلينا نعرف من حضرتك موقف المقاومة الفلسطينية على الأرض إن كان في الصمود أو المواجهة العسكرية حتى الآن. هو النهارده الصمود واضح إن الصمود للمقاومة الفلسطينية عالي، بدليل إنه لسه من لغاية دلوقتي بيضرب صواريخ من عنده، وبالتالي بقى في مناطق هو الاحتلال الإسرائيلي ما قدرش يوصل لها وما قدرش يوصل للمخابئ دي، لأن في تبادل في إطلاق الصواريخ وبعدين في تبادل لإطلاق النار. وإسرائيل النهارده كانت تعترف إن عندها في خلال الأيام اللي فاتت حوالي 12 أو 13 قتيل، وعملت حتى عملت جنازة للقائد بتاع الكتيبة 8200 اللي أخذ أسير ده ومات في القصر ثم ضربوه على غزة، وبالتالي تأكدوا إن ده مات، عملوا له جنازة صمتة وكلام زي كده. إذا هم جنازة رمزية صحيح، عارفين إن هم بيخسروا الخسائر بتاعتهم كتيره، وان هو بيتحسس قبل ما يخش في المنطقه عشان ما يورطش نفسه. وطبعا كلمه الاجتياح البري اللي كنا بنسمع عنها انتهت بقى دلوقتي، الموضوع بيخش اجزاء اجزاء عشان يقدر يتحسس خطاه في موضوع المقاومه. صحيح. طيب سياده اللواء، لكل عمليه عسكريه اهداف واضحه، الهدف هو في البدايه يعني كان الحد من القدره القتاليه لحركه حماس، تطويقها، محاصره مقاتليها، ولكن تغيرت الأهداف بمرور الأيام وأصبح الأمر بقى واقع أن هو احتلال لهذا القطاع وتهجير لسكان القطاع بنحو الجنوب. بنسبة كم في المية نجح الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة؟ لا أنا أعتقد أنه لسه ما حققش، يعني لو حقق 50% من اللي هو كان مخطط له يبقى يعتبر هو ده الحل اللي موجود عليه، لأن هو أنا قلت لحضرتك هو في الأصل كان الإعلان بتاعه يا إما تدمير حماس زي ما هو قال تدينه نهائيا، وقلت لك الكلام ده لا يمكن يتم، فيبقى تدمير القدرة العسكرية لحماس. هو مش قادر عليه لغاية دلوقتي بالزبط. لأن حماس ما زالت بتضرب صواريخ هي والمناطق الأخرى، وبالتالي عملية القدرة يبقى هنا الهدف على حتى تدمير القدرة العسكرية محققه بنسبة 50% تقريبا، ما كملش الباقي، وبالتالي طول مدة الحرب بيقول الكلام ده، ان هو كان زمان كان بيخش قطاع غزه يقتحمه في ليله واثنين ويحقق مهمته وتاني ماشي. النهارده ما عادش قادر يعمل الكلام ده، لان النهارده بقت المقاومة القدره العسكريه للمنظمات الفلسطينيه في غزه بقت كبرت اكتر من مكان وحجمها تضاعف، وبالتالي هو تقديره لها مش ما كانش مظبوط في وده اعتقد ان الضربه بتاع 7 اكتوبر بتقول ان حجم المعلومات اللي كانت متوفر عند اسرائيل في المفاجأة اللي خدتها كان قليل، زي حرب اكتوبر بالظبط لما كانوا شايفين احنا بنتدرب وشايفيننا بنعمل الكلام ده كله، لكن مش قادر ياخد قرار هل هيعمله ولا ما يعملوش. صحيح. ده النقطه اللي كانت فرقت في التقدير، وبالتالي وضحت الفكره يا فندم. نشكر حضرتك اللواء دكتور محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق، نشكرك يا فندم جزيل الشكر.